مرحبا قصص كده، لاباس عليكم؟ اموركم هاديه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. عواشر مبروكه، مقاول للرمضان. حتى اليوم لقيت انه كنشوف شحال باقى لي، من بابا قال لي 18 يوم هو على الابواب. سينات اليوم غادي يكون فلوغ ديال الدار ديال التخمال. عاوت الدار عندي مقربلة اليوم، قلت غادي نتخصص ليها. كما شفتوا انا يا راه الصباح وجدت في طيري، فطرت ارتاحيت، بدلت لبنتي عطيتها حتى هي فطرات ونعسات. دابا صافي راه طلعت تنعس الفوق، ما بقيتش نقدر نعس لتحت حيت ولادي دابا ما تيقراوش، عندهم العطله ديال سيمانه. تيبقاو يلعبوا مع صحابهم اونلاين، وتيبقاو يلعبوا فورتنايت، تيبقاو يهضروا، تيبقاو مجمعين، فما ما تيخليوهاش تنعس. تنضطر نطلعها الفوق. شحال وانا كنقول باغا نشري ديك الكاميرا على ودي سميتو، كنت نقول ما غنستعملها الحين، فعلا ما كنتش كنستعملها. كانت تنعس هنايا في الصالون كنسمعها الا بكات، الا كنت في كوزينه ولا. دابا ما عرفتش، كنفكر نقدر نشريها حيت صافي دابا وليت كننعسها الفوق، لا سياس ديالها باش تبقى مرتاحه ومهنيه منا كاملين ومن صداعنا. بون سينات غادي ندوز باش نعطاكي بعدا. عرفتو درت واحد تخميله، بدلت شي شويه الصالون. غدا ما كانتش الشتا ولا بعدو، الا ما مشيتش غدا بعدو غنمشي نشري شي ديكوراسيون هكايا للصالون، غنشري العيبات. خاصني بغيت نورغانيزي الدار كثر من هكا، ولا عندي القش بزاف، ولا داكشي مبعتر وعرفتي. ومع انا تندوز دابا الوقت كامل في الدار، ما تنخرجش بزاف على ودي بنتي باقا صغيره، ما تنبغيش نخرجها والشتاوات والبرد. تنقول غير يبدا يسخن الحال شويه عاد نبدا نخرجها يوميا هكا. غتشوفوا الكاوس عندي الا وريتكم غادي تخلعوا. المهم الواقع صحيباتي هو هذا الواقع، وجدوا لي راسكم الواقع. الواقع ماشي داكشي ديال الانستغرام وداكشي ديال الانفلونسر، وشوفوا والطبيله كي دايره. الكاوس غنوري لكم عندي، ولكن غنوريكم الابري كيفاش غادي يولي داكشي. غنعطيه لاطاك دابا، غنجمع كلشي في الصراحه. يلا ليتس جو. تحزموا ليا الا كنتو عندكم شي مريو مازال ما تخملش، نوضي صاحبتي نوضي خملي وحيدي الحوايج اللي ما بقيتيش كتلبسي، حيديهم على كرميهم صافي. لي زامي شوفوا هانتوما الحقيقه المره. شوفوا هادشي كامل خصني نحيدو، هادي خصني نرجعها لبلاصتها، هاد البلاصه خصني نخويها ونحيد هادشي. هنايا الماعن كما شفتوا رضاطع اللي خصني نعقم وخصني نحيد هادشي. هنايا يلا بديت كندير حوايج باش ندير ماكينه ديال الصابون. و هنايا في هاد التخيله هادي اللي عندي، هاد البلاصه انا ما كنحتاجهاش بزاف، كندير فيها غير داكشي اللي ما تنحل، ولكن هادشي كامل خاصو يتقال. خصني نحيد هاد الكتوبه، خصني نحيد هاد المشطات من هنايا، خصني نحيد هاد الباليزات، ما عرفتش واش غنخلي معايا تما، كاين حيت ما عنديش فين نديرهم. وهذا المبل هذا هو اللي كان عندي لعقلته هنايا لداخل في الصالون، غادي نحيدو من هنايا، حطيته مؤقتا بما كنت كنجمع الصالون. انا نوريكم غادي نديرو هنايا في هاد البلاصه، هادشي كامل غنخويه غنحيدو. وهنايا كما شفتوا دايره الثلاجه، لان من النهار الاول ما دخلتش ليا هنايا في الكوزينه لداخل، صافي خليتها هنايا لان ما عنديش ليها شي بلاصه اخرى. غنحيد هذا عندي كندير فيه الصبابط وداك الشيء، في الصراحه جامع ليا والله، لان فيه هكا بحال طبقات، ومن طوم ماشي شي مبل اللي غادي نهار اللي نبغي نرحل غادي يعني غادي يكون ثقيل، ولا هذا عيك يتحيد عيك تديمون طابياسات بحال هكا تيوليو مربعات بحال هكا. غنحيد هاد الكونه هادي اللي كنت قلت لكم والو بنتي ما حلفت ما تجلس فيها ولا تنعس فيها، ما حملتها ما قبلتها من الاول، كتجيها بارده ما كتبغيهاش. وعندي الصالون هانتوما شوفوا كيف كندير لي شونجمون فيه. درت هاد الموبل هادي لعقلته كان عندي الفوق، درتو هنايا. هاد الطبله هادي بغيت نحيد لها هاد المبل ونخليها عيب بحال هكا. المشكله تياكلوا فيها ولادي، وهادي ديما قلت نقدر نشري دوك اللي كيتحطوا بحال هكا باش يقدروا يبقاو ياكلوا عليهم وما يخسروش هي الطبله، حيت تنخاف الطبله تخسر ليا يخسروها ليا.
وكما شفتو هاد الشمني هادي حتى هي بغيت نخويها وندير هنايا شي ديكوراسيون داكشي. هنايا عندي هاد الكابليات مصيبه، هاد الكابليات مثلا ما تلقى فين نديرهم، تيبقاو بحال هكايا حيت ما يمكنش نديرهم من اللور، تنحتاجوهم. فما ما عرفتش شنو عندي، لما نقدر ناخذ شي طويبله هكا صغيره ولا شي حاجه. المشكله ما بغيتش نقربهم للسخونيه الكالفاكسيون حيت كنشعلو تتسخن، داكشي علاش نفضل يبقاو هنايا فهاد الجهه وما صافي. الصالون كما شفت ولادي كازين حيت عطله كيلعبوا. الصالون هاو تيبان مزيان هكا يا خاوي خوا بعدا ما بقاش كما كان. هاد العصيه هادي كما شفتو كانت عندي هنايا الخاميه حيدتها وصبنتها صافي، وغادي ندوز دابا باش نمونطيها، غادي نقادها صافي. هادشي ما كان، غادي نحاول دابا هانتوما هاد المجور هادو مثلا عندي خاوين شتي يلاه دايره فيهم غير هاد الكويشه الحليب هذا العيبات بحال هكايا. اما هويا باقي ديجا خاوي عاد غادي نعمرو، غادي ندير فيه حتى حوايج ديال بنتي، لان بعض المرات كيخرج ليها حشاكم البول ولا شي حاجه ما تنبغيش نطلع حتى للفوق، تنقول صافي راه نجبد بالزربه من هنايا باش ما تبقاش عريانه يضربها البرد. فكاينين حوايج نقليهم الفوق وحوايج لتحت باش الا بغيت من هنا ولا كنت الفوق بلا ما نبقى طالعه هابطه. وهذه هي حالتي ديال اليوم، اليوم عندي عيد تخمال، غادي نقاد هادشي كيف ما نقدر، وغادي كما قلت لكم من بعد غنخرج نشري ديكوراسيون داكشي نقاد به الصالون. عرفتي ملي كتبدلوا الصالون كتبدلوا غير لي موبل كتلعبوا بهم من دوك اللي عندكم الفوق اولا اللي عندكم في جهه اخرى، وكتجيبوهم من الصالون وتبدلوا الديكوراسيون، وحق الله الا من النفسيه كترتاح وكتعطيكم واحد انرجي بوزيتيف والله القاسم. بنات شوف حطيت داكشي اللي في يدي وجيت نعطاك الغذا حيت صافي قرب الوقيته اللي عاجي فيها راجلي يتغدى، وحتى الدراري راكم عارفين كنسير من القرايه فشويه يقولوا لي جاني الجوع، قلت نرد بعدا الغذا ديالي ونحطو. درت اليوم عدي صحن شحال هذه ما درتهاش، وراكم عارفين انا خصني ضروري ناكل العدس على ودي بلانيميا اللي فيا عديسه. درت معاها هنايا شويه ديال خيزو تجي زوينه بخيزو، شديت حكيت بصيله باش ما يتمطقوهاش ولادي باش ما تجيهمش هكا طريفات، و تويما قزبر ومطيشه الحك صافي. هادشي اللي غادي ندير، ما غاديش ندير مطيشه عادي، غندير غير هادي الحك، هادي زوين، هادي كتعجبني انا ديال اسبانيا ديال اورلاندو. طوماطي فريتو هي اللي كندير بها انايا كلشي كتعجبني صافي. غادي ندوز باش نرد غدايا، غادي ندير كلشي وغادي ندير لي قامه وغنردو يطيب. شوفوا شكون اللي فاق ليا، كضحك شكون فاق، شكون ما يخليش ماما دير لي الشغل تقضي اغراضها، شكون ها شكون ما يخليش ماما دير الشغل، شكون اللي ما يخلي ماما دير والو، شكون دندن دندن هاك سيدي خدي. عرفتوا البنات والله الا جاب الله بديت بالغدا وخليته كيطيب بحال هكايا، اما راك راني ما قدرت نكمل حتى شي حاجه صافي. دابا غادي نبقى جالسه كنتسناها وجالسه حداها تلعب معاها حيت دابا خصها تاكل. انا طات تغدى بما طاب ليا بما طاب العديسه اللي درت صافي، نتسنى راجلي تيجي عاد نقدر نكمل. المهم نجلس معاها شويه ونعطيها طردع وديك الساعه انا تاكون نكمل. بنات هيا ديستي واجده نار واحد الرويحه عاديه مع هاد خيزو هذا عرفتي طايب، ديت عليه كوكو طاب دغيا بنينه بنينه دقتها، كانت ناقصه شويه الملح زدتها شويه الملحه صافي. دابا هي هذيك، وخليت الثومه بحال هكايا وحدين قطعتهم صغار، هانتوما وحده خليتها هكا دابا مع هاد البرد كنخليهم بحال هكا. راجلي تيبغيهم، انا كما كناكلها هكا غير راجلي اللي كتعجبو. ايوا صافي هادشي ما كان، ها هي بعدا غادي تجي واجده.
بنات هانتوما شوفوا هي الكوزين تي جمعتها واخيرا هانتوما بحال ما كاين ما كانت كاع ديك الروينه كنا كنت شي حاجه كديري بحال هكا كتولي الكوزينه بوحدها بحال هكايا كتجمع الراسه هانتوما هما المعينات غسلتهم خليتهم تسقطرو الرضاعات هما يعقمتهم ماكينه الصابون هاهي سالت غادي نديرها في النشافه صافي ودرت الطيرمو ديال بنت اللي كان ندير فيه الماء كنعمر الماء وكنخليه يغلى وكنديرو لها في الطيرمو باش كيهنيني ما كنبقاش كل ساعه عند خصني نسخن الماء عاد خصني حيت هما كانوا قالوا لي ما تعطاش الماء ديال القرعه غير ديال الروبيني وغليه راه حيت صالح للشرب وصافي وعطيه ليها لان الاخرين فيه بحال المغنيسيوم دي مينيرال بحال هكا اللي هي ما محتاجاش ليهم هانتوما هنايا جمعت كل شيء حيت هذا الشيء دابا قالت لي غنشعل هاد الشميعه هذه باش تعطي ريحه زوينه تقول الكرات ديال ولدي اللي كلعبوا بهم في نيت يسخن الحال شويه هنايا هاد الطويجين هذا خليته هنايا كديكوراسيون وفي نفس الوقت راه كنطيب فيه هنايا نتوما خليت هذه هنايا في بلاصتها في الميكروند هاد الجهه حتى هي خليتها كما هي ولكن هاد الكوان هذا ديال القهوه بدلته هانتوما شوفوا صوبت هذه قديت هذه ديال ايكيا هنايا درت فيها القهوه درت لي كابسول هنايا درت هاد اتاي اللي كنشرب بالليل بحال هكايا ملي ما كيجينيش النعاس شي حاجه كيريلاكسي ديال كاموميل وهذه ديال السكر هذا نقول لكم انا شريت شي ثلاثه ديال السكر ودائما كيتهرسوا لي دابا خصني نقلب على شي وحده تكون زوينه هذه عقرعه ديال الكوفيتير درت فيها انايا درت فيها السكر عاد خصني نشوف شي وحده تكون زوينه هذا هو الكوانتي بان زوين بان ليا ما نعرفش شنو بان لكم عطوني رايكم واش نحيد هذه نردو كما كان ولا نخليه بحال هكايا صافي الميسيون ديال الكوزينه هاي كملتها ارتاحيت وتهنيت دابا عرفتوا شنو غندير حيت دابا الربعه قلت ولوت غادي ندوز نتغدى نعتقو نروح اختي شي شويه بنتي صاوبت لها رضاعه وداكشي عطيتها كان راجلي الله جا قلت ليها رضاعه صحتك كتسناك قال لي صافي انا رضعت سيري كملي صافي كملت الكوزينه هي ساليتها جففتها كلشي هو هذاك غندوز نتغدى وعاد ندير حوايجي نشفو وندوز لهاد البلاصه هادي حتى هي باقا عندي مرونه تبوغي صافي شنو ندير كليت وانا نطرخا ما بقيتش قادره كاع نوض نكمل داكشي يا الهي والله الا عرفتي تنحس براسي طرخيت وقلت بلي نوض ندير شي كاس القهوه وكان باقي الحال يلا ربعة وتولوت نديرها من دابا نوض ندير كاس كروت من دابا باقي الحال بلاتي شويه وقلع ارتاح شي شويه ومن بعد عاد نكمل بنتي عبو حدا مسكينه كازا كتطلاغي دابا بغيتها تعيا شويه باش نعاسها لان الا نعسات معطله وناضت معطله بالليل ما كتبغيش تنعس ليا والو ما كتبغيش تنعس اي تقيت نتوما محيحه صحي تتلعب الراس افتي فيتا افت بوتا افت بوتا شكتبتي فيتا شكتبتي فيتا اي كنتهاك شوفوا دائما عندي هاد الزيف حدايا باش كنمسح ليها هادو ملي كنستعملهم بزاف للتقيا ولا هادي كنحاول نمسح ليها زينات لقيتوني نجيت دابا باش ندير قهوه دابا الخمسة ونص عرفتو عييت وحق الله كنحس بواحد العيا ما تخيلوش عرفتي كنهضر مع راجلي قبيله قلت ليه عرفتي عييت باغا مازال عندي هذا خصني نكملو قال لي شوفي صافي بركه عليك حتى الغدا وانا نهز معاك تقولو نحيد لك هذاك وندوز لك فين ما بغيتي وداك الشيء نكون هنايا ونصاوب لك داك المسائل دير الله يحفظك الزين الله يحفظك مسكين تيعاوني بقدر ما استطاع ديالو كيعاوني صافي جو بونس غادي حتى الغدا ونكمل معاكم الفيديو حيت دابا صافي غادي ندير ليا قهوه وغنجلس غندير المسلسل ديالي وغنتكال ما بنتي نعست نعسات ولادي الفوق كيتفرجوا في واحد الفيلم واحد السيري ديال الكليبات كتعجبهم صافي وغادي ندوز باش نمونط الفيديو ديال البارح اللي سجلت وصافي وبالليل نتسنى 10 الليل ولا 11 باش نقدر نعس شي شويه وصافي يلا نتلاقاكم غدا ان شاء الله ونشوفوا الريزلت ديال هاد البلاصه كيعرضها
هيا قيوتي صابتها، زيد عليها الحليب. عرفتوا الصداع اللي كتسمعوا ديال النشافه؟ درتها نسالت لي دابا ماكينه الصابون، درت الحوايج ينشفوا. وغادي ندوز باش ندوق هادو اللي كنت وريتكم في الفيديو السابق اللي كنت شريت، ميلك شوكولات اورنج بسكت، واعرين تيبانو. غادي ندوق منهم، ناري تيبانو خطيرين. يلا انا ندوز باش نحلها نوريكم هكذاش تيبانو. تيبانو زوين، تيشهي. عرفتو واحد ريحة الشوكولاتة عاطية؟ يا سلام، يامي. يلا ندوز ندير كاسكروت ونتلاقاو غدا ان شاء الله. صباح الخير بنات، كي صبحتو؟ كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم نهار اخر. لا غدا، عرفتو البارح ما كملتش هذيك الجهه كما قلت لكم، راجلي قال لي تلا غدا ويجي ويعاوني فيها. ايوا صافي، يلاه فقت لي دابا شويه، عرفتو دابا 12. يلاه لقيتوني فطرت، فطرت بنتي، بدلت ليها، حطيتها في ديك الكونه ديالها الصغيره هكا تتلعب فيها. انا جيت كنتفرج شويه في يوتيوب بحال هكا، بما ارتاحت من مور الفطور خصني نرتاح. يلا فايقه من الناس، خصني نفطر وخصني نرتاح. نرتاح من الناس والله اعلم. المهم بحال تقولي كنا كنجريو بالليل ماشي ناسين. صافي عرفتو عندي، كنفكر دابا خصني نوض نغسل واحد جوج دجاجات جبتهم البارح من عند داك حلال شوب، جوج دجاجات وشويه ديال فيلي ديال الدجاج. انا عرفتو عقست عليهم وحق الله. عرفتو اعدى طريقه عندي نديرها في الدار هي انني نغسل الدجاج، و مكيعجبنيش عرفتي، مكنحملش هاد الخدمه هادي. ولكن اش غنديرو، ضروري خصني نغسلهم وداكشي ونديرهم في الفريكو، لان دابا مع بنتي، حيت انا كنت مولفه كنجيب دجاج ولا نجيب اللحم كنجيبو كنطيبو. ديك الساعه كنجيب ديال يومين ولا ثلاث ايام كنطيبو، ديك الساعه نرقدو ونقادو وكنبقى ندير اليوم غدا بعدو، فهمتي؟ كندير مثلا الغدا ديال ثلاث ايام كنصاوبو، ولا غد كنبقى عين نصبيه. فدابا مع بنتي كنحاول نجيب زايد وندير فريكو باش النهار اللي نتحنسر بحال هكا نعرف ما ندير، نخرج الدجاج من الفريكو رميه في كوكوط ونسد صافي، ما كنبقاش نحمق في راسي بزاف وصافي. هادشي ما كان غنوض نوصل داك الدجاج كما قلت لكم، وندوز نعطاكي ديك البلاصه هو راجلي دابا قرب يجي، وندير الغدا عاد نشوف شنو غادي ندير الغدا. وهانتوما معايا في نهاري البنات، دست ندير الغدا هو الاول، عاد غنمشي نجمع حيت جانا الجوع، حتى ولادي جاهم الجوع. كما شفتو هنايا قطعت شرائح ديال اللحم، ديال اللحم الله يسر، شرائح ديال الدجاج. غادي ندير بحال الوراق بهاد الطرطيه هادي ديال هاد الخبز ديال الطرطيه. غنحتاج عاد لاصالاد، هادي انا مقطعه هنايا، هذا شاطليه ديجا غسلته ودرت ليه الحامض ودرت ليه شي شويه الخل حتى هوايا، واستعملت غير هذا داك الشاطليه. هنايا في المقيله كما شفتوا قطعت بصيله رقيقه، وقطعت هذه الفلفله، هادو فلفله حلوه الحمراء والصفراء والخضراء. غادي ننوع وغادي نخليهم يتشحروا مزيان مع بعضياتهم، ما غاديش نطيب الدجاج معاهم حيت من بعد داكشي ما تيطيبش داكشي مزيان، كل واحد ما تياخذش حقه في الطياب. فهادي غادي ندير ليها مليحه وبصيره، وهاد الدجاج ديالي غادي نتبلو، وغادي نتبل الدجاج ديالي كما قلت لكم مليحه، قزبر، سكينجبير، ثوما بودر. ومن طبيعه الحال ضروري ما كندير لا موطارد، شي شويه تندير، ما كنديرش بزاف وما نكثروش البزار حيت راكم عارفين لا موطارد تيكون شي شويه حار. هذا هو اللي كيحيد ديك النسمه ديال الزفوريات، حتى في اللحم تنعتمدوا دائما في الكفته، كيجي مذاق بنين، تعطي ديك الحموضيه وتحيد ديك لوغو ديال اللحم اللي تيكون زعيق بحال هكا. وصافي الدجاج ديالي ها هو راه باقي، ما كملت شفتو باقا كاع ما غسلتو. يلا غادي ندوز دابا ندير الغدا بعدا، هو الاول اللي مهم، ونتغدى وديك الساعه عاد نكمل الدجاج ديالي. وهانتوما معايا
هاي هادي البنات عرفتوا واحد الرويحه عاطيه. شوفوا هاد اللوينات، ما تقولوش هاد اللوينات ما تيشهيوش، والله الا كيشهيو باش تاكليهم. عطي واحد الرويحه من الفلفله والبصيله، يا سلام. وعاد الدجاج هو تنخليه حتى كيتحمر مزيان، ملي تيتحمر تيعطي ديك التحميره وتيتكرمل، عاد كنحيدو كنزيدو هنايا على الخضيره ديالي. وها هي البنات غادي تجي واجده صافي. عرفتوا ما يمكنش راه كتوجد في اقل من 10 دقائق غير الخضيره وجد صحيه، يعني لان كاينه خضيره والدجاج. درت قطيره ديال الزويته بلديه اللي شحرت فيها الدجاج، والخضره اللي درت ليها شويه زيت روميه لان كتحرق ليا مع الا درت زيت البلديه كتعطي واحد لوكو ماشي حتى لي، داكشي علاش درت على الزيت العاديه. وصافي غادي ندي معلقه باش كل واحد يهز ويصاوب الوراق ديالو. غادي كما قلت لكم غادي نصاوبهم هنا. كنحط اول حاجه هاد لاصالاد، كنحط شويه عكه كندير عليها لاصوص اللي كنستعمل انا دائما، هي هادي كتحمقني هاد لاصوص بنينه ديال ناندوس بيري بيري واعره كتعجبني هي اللي كنديرها. فيها مايونيز، فيها شي شويه الحار، هادي ميلد اللي انا واخده. وعاد كاينه هوت اللي حر منها، وعاد كاينه بحال هاد ديال الكارليك يعني ديال توما ومايونيز، انا كتعجبني هذه كنفضلها. وصافي الا بغيتو تزيدو مطيشه مقطعه بحال هكا من الفوق بغيتو، ممكن على حسب بغيتو تزيدو شويه الفرماج، المهم تبقى الذوق ديالكم نتوما. شوفوا كيفاش نتوما بغيتو تعمروا الوراق ديالكم. المهم اهم حاجه هي الخضيره والدجاج اللي هما اساسيين، ها هما يا واجدين. يلا بالصحه البنات. البنات صافي نتوما قديت هاد البلاصه يعني صافي عطيتها حقها، قديت هاد الشيء كامل. هانتوما درت هنايا هاد المبل كنت درتو هنايا، صح ما جانيش ضيق ليا هاد البلاصه في الدخله، فقلت غنحيدو نتهنى هنايا. هاد الاير فراي خليتها هنايا حيت الكوزين عندي صغيره وما تتجمعش ليا بزاف د الحوايج، ما كنلقاش فين ندير الحاجه. هادو خصهم ارميهم راجلي، ولكن بما ان دابا هذيك اللعيبه اللي كنديروا فيها حاجه كوم زبل عامره، فتنضطر نخلي الزبل عندي حتى يدوزو مولين. الزبل هنايا في انجليز كيدوزو مره في 15 يوم، مره في 10 ايام، 12 يوم. فالا عندك شي زبل زايد كتخليه عندك في دارك حتى يدوزو مولين، يقرب يدوزو مولين الزبل ويخويو لك هذاك الطارو الكبير، عاد كتبداي عاوتاني تعمري. حاجه خايبه بزاف، لان بالنسبه ليا انايا مولفه في اسبانيا وفي المغرب يوميا تيدوزو مولين الزبل، ف بعدا ما نديرو هادي الانجليز. كما شفتوا هذا كندير فيه الصبابط، هذا تيجيني على الصبابط ديال ولادي صغيورين، ودابا رجليهم كبرات ما بقاش تيجيهم، فهذا غادي يطير من هنايا منين نشوف. حيت باش ترمي هنايا في الانجليز اي حاجه كما قلت لكم، حتى من هذا الشيء ديال الموبل الا بغيتي تربيهم خاصك تعيط عليهم، وعندك مره في العام حق ديال خمسه ديال الحوايج اللي تقدري ترميهم يجيو يدوهم لك، مثلا ماريو، ناموسيه، هذا. المهم ما خصكيش تفوتي خمسه الحاجات في العام في كل دار. ويلكم تو انجلند. هذا دابا خاصني نتسنى حتى يبوكي راجلي يدير ياخذ رونديفو ويشوفو امتى يعطيوه، وعاد يجيو يديو لينا هادشي اللي حنا عندنا زايد بحال هكايا. هاد الكونه هادي من نهار شريتها كما قلت لكم بنتي ما استعملتهاش، ما حملتها، ما قبلتها. اشياء اللي كتشريو لي بيبي وما تستعملوهمش بحال هاد الكونه هادي. هي هادي خاصني دابا نديرها في الكرتونه ديالها، تيجي راجلي قال لي ونديرها لك في الكرتونه ديالها حيت كان خصو يمشي. هنايا هذا خليته كما هو، هنايا خليت هنايا كما عارفين نتوما عندي هنايا انايا اش تقولوا لها النبيره، الثلاجه، الثلاجه عباد الله الثلاجه. هاد الثلاجه هادي ما جاتنيش من النهار الاول، ما جاتنيش في هذا المطبخ الصغير اللي عندي، فدرتها هنايا قلت ماشي مشكل خليها هنايا. هنايا خليت هاد الكرسي هنايا، وهادو ديال الطبيطه ديالي درتها هنايا خليتها كنحتاج ملي كنبغي نخرجها دغيا كنهزو كنلبسها. هنايا خليت السوشوار لانني تنستعمل هنايا هاد المرايه هادي، وكنستعمل تنستعمل باش نشف شعري كيجيني ساهل هنايا بالزربه.
وهنايا حتى راجلي تيقاد شعرو وداكشي عنده داكشي ديالو هنايا حاطه، فخليتهم كما هما. هنايا الماكينه ماشي ماكينه الصابون، هنايا هذه النشافه خليتها هنايا، لان بيان سو كما قلت لكم المطبخ الصغير ديالي لا يتحمل اشياء كثيره، درتها هنايا لان ما كاينش فين نديرها. هذوك الباليزات غنخليهم تما لان حاليا ما عنديش فين نديرهم، والفوق عندي طوب عامر، فغادي يبقاو عاد الماكينات. هادو غيديهم ولادي للمدرسه منين يدخلوا نهار الاثنين. هنايا هادو هانتوما قادي داكشي كيف ما قديتو صافي. صاوبت هنايا الكتبه ديالهم، هنايا الالعاب ديالهم المونوبولي، هذاك الكوب كوبيكيو، وداك هاد الحليب هذا كنت شريته شحال هذه من الاول ما جاش معاها، ما حيت هذا هو اللي كانوا عطاوها في السبيطار بنتي ابطاميل، ما جاش معاها. عرفتو مدوش على ولادي راه كيلعبوا مع صحابهم وما كاين هي الغوات. هنايا هادي عندي فيها لي ميديكامون خليتها تما كاينات، حيت بما ان هنايا انا متنطلق لا سخونيه لا والو، فغيكونوا هنايا في بلاصه مزيانه. هذا هو البانيو اللي كندير لبنتي باش كنغسل ليها بالليل، خليته هنايا في هاد القنيت مؤقتا، لان بطبيعه الحال واحد شهرين ولا 3 شهور ما كامله صافي ما عتقاش تستعملو، غتكبر عليه. هادي تندير فيها الحوايج ديال الوسخ حاجاكم داكشي، باش كيجيوني ساهلين كنهزهم كديهم لماكينة الصابون كنجيبهم من هنايا نشافة. هاد البيزا خصنا ندخلو لداخل بلاصتو ماشي هنايا. هاد البوفة هادي اللي باقا حيرة فيها ما عرفتش فين نديرها، واش نديرها هنايا مين درتها بحال جات عاوتاني الدخلة مزيرة، ما عجبتنيش القضية. وصافي ها هي بلايصتي ما بقاتش مرونة، المهم ماشي كيف ما انا باغا، ولكن حاليا هادشي اللي هادشي اللي نقدر عليه، وهادشي اللي اهم حاجه ماشي هما اللي ما بلي يكونوا واعرين، اهم حاجه هي تكون الدار نقيه، يعني تكون نقيه وتكون مجموعه، ما يكونش القش كتير وما يكونش داكشي مرمي في كاع الجوايه. هادشي اللي كاين. وهنايا البنات سوربرايز سوربرايز، ما لقيتش الاوديو، لقيت على الفيديو بحال هكايا بلا اوديو، ما عرفتش شنو طرا. وسقصت شي حاجه في التليفون، راكم عارفين انا دائما ما عرفتش شنو تنقص، يا اما الصوره كتولي ماشي هي هذيك، يا اما هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين هاد الساعه هادشي اللي طلع. المهم قلت لكم مشيت ليدل، مشيت لواحد سيكشن ديال هادشي ديال الكوزينه، لقيتهم حاطين هكا مغيرفات، حاطين كسرونات، حاطين بزاف د اللعيبات. خديت انايا هادو ديال السيليكون، ملي شفتهم عرفتهم غادي ينفعوني بزاف بالنسبه للمقيلات اللي عندي ديال الطفل. هادوك انايا مثلا نبغي نحرك ما تنحركش بشي شي حاجه ديال الميتال وهذا باش ما يجرحوش ليا، فكنستعمل غير هادو اللي رطبين بحال هكا ديال السيليكون ولا هادي باش ما يجرحوش ليا مقيلتي. خديت هذيك في داك اللون، بطبيعه الحال كنت باغاهم انا في لون واحد، لقيتهم حاطين كل حاجه وفي لون ما عرفتش علاش، وحده في الكري وحده في الخضر. المهم انا خديت معايا باش نعدي بهم وصافي. خديت هادي كما شفتوا، اللي عجبني فيها هو داك اليد هكا كاينه ديال الخشب، عطاها واحد ديكور زويون هذيك المغيرفه، والاخرى هذيك باش كنقلبوها كاين لي بانكيك ولا الملوي ولا اي حاجه باش تقلبوها ميني حريشات راكم عارفين. وخديت حتى المواس، المواس كانوا خاصيني بصراحه، كانوا عندي شي جوج ماضيين ما بقاوش ماضي ليا بزاف صافي، وانا نقول عرميهم وناخذ وحده اخرين. خديت هادو، هادو اللي عجبني فيهم هو اللون ديالهم كحل، الاخرين اللي فيهم الالوان عرفتوا دغيا تيتقشروا وتيوليو حالتهم ما فيهم ما يتشاف، هذاك الشيء علاش انا خديت هذاك. وكنت باغا هذا تا هو ناخذو في الكحال ولادي، لقيتو حاطينو في هذا اللون كما قلت لكم، حاطين كثريه اللوان هكا في الخضار وكل حاجه في لون، ما عندهمش لون واحد. هذا عجبني بزاف هذا الموس، واخا اللون ديالو خضر فقلت ماشي مشكل ناخذو صافي. عجبتني هذيك اليد ديالو حتى هي ديال الخشب، زوينه بصراحه عجبتني. ومن طبيعه الحال ما يمكنش نمشي وما ندوش من جهه ديال الحلويات، لقيتهم حاطين واحد بحال الحلوه ديال الدار، وحده راه معمرينها بحال بحال داك السوريز وداكشي بحال فكرتني فيك الحلوه ديال المغرب ديال وحده فيك وحده اللي كتكون فيها كوفيتير من الوسط. تماما عايشه حتى وانا نتشهاها، خديتها وخديت هاد الانواع اللي غنوريكم دابا حتى هما معايا، قلت انا ناخذها نجربها ونشوف. من طبيعه الحال راني قريت لي زانغريديون، ودايرين بان ما فيها حتى شي حاجه ماشي هي هذيك. خديت هادي حتى هي كتبان واعره، هادي بكوكو، انا تنتصط على الحلوه ديال الكوكو
واللي كانت معها الشوكولاط بيض. يا سلام، خديت هذه فيها الشوكولاط كحل و كوكو، كتبان واعره، كتبان بنينه، مكرهتش ندير دابا قهوه وناكلها. وخديت هذه، هذه فيها الكراميل من الداخل، ها هي الكراميل، ناري تيبان هادشي بنين وتيشهي. فين ما تمشي اللي درك كنبقى نقول عادي عادي عادي، في الاخر تنقول ناري يا ايمان فين هو الريجيم، وامتى عبد الله غدير الريجيم يا ايمان؟ تنقول دابا ماشي مشكل، لان انا دابا جالسه في الدار ما تنقدرش نخرج نتمشى بزاف مع بنتي، يجي وما تيسمحش. خلينا ماشي دابا، دابا ناكلو في خاطرنا. بنات انتما قديت هادشي ديال القهوه، درت الحليوه هنايا في هاد الطويصه ديالي، درت الكركاع اللي بقى عندي عاد خصني نزيد نشري، حيت كنستعملو بزاف فحطيتو عير هنايا. كما شفتو القهوه ديالي، هادوك الاتاي اللي كناخذ بالليل. توقيصات جو بونس غادي نسالي معكم الفيديو هنايا باش ما يجيش طويل بزاف. هاد النهار كما شفتو البارح واليوم، حيت زيت لكم ديال البارح واليوم اللي سجلت لكم، كما شفتوا دازع في التخمال وفي بزاف الحوايج، ما قدرتش يعني نبارطاجي معكم شي غوسيط ولا شي حاجه، لان راكم عارفين ملي يكون التخمال شكون راه اي حاجه كتعطى لولادك، اي حاجه كتاكليها وكتقضي. كنت باغي ندير معكم واحد دي بانكيك تيجيو واعرين وبنان، ولكن البونس تاع الغدا ونسجلهم وندخلهم لكم في الفيديو ديال نهار الاثنين. يلا زينة تهلاو ليا فراسكم، نتمنى نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، التعليقات ديالكم الزوينات. الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركي اختي اشتركي. يلا تهلاو ليا فراسكم، بسلامه.